البصله مطيشه بطاطا راه هي الجميله وهي مواد غذائيه. قال لك ترخفات الخضره شويه لا ولات النص بالنص. مطيشه كانت 240 12 درهم، شحال ولات دابا مطيشه؟ النص بالنص 120. بطاطا كانت 15 درهم ولات بطاطا ب 4 دراهم. يا خوتي وني راه موريتانيا هي اللي فرشات ديكم، مابقاتش تبغي تخلي السلعه تمشي لافريقيا، بزاف كتخرج. والمغرب الملك قال لهم ما تبقاش تخرج الخضره لافريقيا، عطيوا لولاد الشعب هما الوالا، وكتخرج لاوروبا. ودابا ولات تهريب في الخضره، هما ثانيين معاهم عقده. تخرج لموريتانيا الخضار مثلا 40 كيلو، هما كيديو 600 كيلو وكيبيعوها ماشينوار بالدوبل بحال تبزنيز. الخضره تما دابا بطاطا شحال كدير في الكاميرون ولا في موريتانيا؟ بطاطا كدير 15 درهم 10 دراهم. البصله شحال كدير عندهم تما؟ 10 دراهم. في المغرب شحال كدير؟ 10 دراهم. مطيشه كدير تما عندهم بعد خطره 7 دراهم. وفي المغرب كدير 220. الخضر كلها خرجت اوروبا، خرجت اوروبا وخرجت افريقيا. المغرب ما تلقى باش يقضي. ومن تنبغيو نهضروا الشعب تيقولوا لنا الجفاف، ما تزعزعش راهي تيقولوا لنا الجفاف الجفاف. هي مطيشه كتنوض بلا شتا، بطاطا كتنوض بلا شتا، البصله كتنوض بلا شتا. ما يبقاوش يكذبوا علينا. حتى الحوت بالشتا، حتى الدجاج تيجي بالشتا، حتى البيض بالشتا اللي ولات دابا البيضه دايره 34 ريال. فهمتيني؟ ما تقولوا لنا الشتا. التهريب والقانون ما كاينش في المغرب. شوفوا دابا موريتانيا هي علاش انتم ما كنتوش تدخلوا الخضره؟ علاش ما تخرجوش الخضره غير بالقياس؟ علاش ما تخرجوا الخضره قبل؟ قبل ما تزمتكم موريتانيا، وقبل ما ترد موريتانيا السلعه تقول لكم هادشي ما كتعشروش عليه وما كديرولوش الرايله وكيدوز اكثر من اطوال. انتم دايرين 1000 طن اللي تدوز في العام، وانتم كتصيفطوا مثلا 600 طن. بزاف. فهمتيني اخوتي اخواتي العزاز؟ صيفطوا بالقياس وخليو لنا حنا القياس ديالنا. ولا خيرنا ياكلوا غيرنا. فهمتيني؟ شكون اللي كينوض بالشتا؟ الزرع والعدس واللوبيا والحمص هو اللي كينوض بالشتا. وزيدون سي اخنوش كاع دا الويدان تيسقي بهم الله فوكا. السي اخنوش هو اللي نشف هاد البلاد من الماء، ونشفها من الخضره، ونشفها من الحوت. والشعب راه ما تقولوش رخاص الخضره، تعادل. يرخصو تا البيض، ويرخصو تا الدجاج، ويرخصو تا التحميره، فهمتيني؟ ويرخصو تا الزيت والسكر. غنقولو الرخا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تابوناو معنا الله يستركم. قولوا ما أرايني تابوناو معنا الله يرحم الوالدين. ورويها يا كريم. والحمد لله. والحياة عذاب، الحياة عذاب. على سلامتك نعيمة من تنجيتي منا. حضي راسك أختي، ولا ثقة في عتيقة. فهمتيني؟ خويك كل مع خويك، وشرب مع خويك، وحضي منه اللي ياكلك لحكيك.